وسط جو من التوتر عقد مجلس الأمن جلسته الخاصة وفقا للقرار 1441 للاستماع إلى تقييم دكتور هانز بليكس رئيس لجنة الأنموفيك والدكتور محمد البرادعي رئيس الوكالة الدولية للطاقة الذرية للإعلان الذي قدمه العراق إلى مجلس الأمن بشأن برامجه التسليحية. ففي الوقت الذي تباينت فيه مواقف الدول بشأن كيفية التعامل مع الملف العراقي، فقد اتجهت كل الآراء إلى ضرورة إعطاء مفتشي الأسلحة وقتاً إضافياً لإنهاء مهمهم في العراق، إلا أن الموقف الأمريكي بدأ متشدداً كما أعلنه وزير الخارجية الأمريكية كولين باول على هامش اجتماعات المنتدى الاقتصادي العالمي في ديفوس، بأن بلاده قد تقوم بعمل عسكري بشكل انفرادي إذا دعت الضرورة إلى ذلك في حال تخاذل مجلس الأمن. من ناحيته استعرض دكتور هانز بليكس رئيس لجنة الأنموفيك مهام لجنته في العراق، وقد حاول رئيس لجنة الأنموفيك الإمساك بالعصا من منتصفها، فتارة يشير إلى التعاون الإيجابي من جانب العراق، وتارة أخرى يحاول اتهامهم بالتقصير في التعاون. This is today. The updating, it seems, forms part of an assessment by the Council and its members of the results so far of the inspections and of their role as a means to achieve verifiable disarmament in Iraq. As this is an open meeting of the Council, it may be appropriate briefly to provide some background for a better understanding of where we stand today. With your permission, I shall do so. I begin by recalling that inspections as a part of a disarmament process in Iraq started in 1991, immediately after the Gulf War. They went on for 8 years until 1998, when inspectors were withdrawn. Thereafter, for nearly 4 years, there were no inspections. They were resumed only at the end of November last year. من جانبه حث الدكتور محمد البرادعي رئيس الوكالة الدولية للطاقة الذرية الجانب العراقي على مواصلة التعاون مع الأمم المتحدة. To ensure that key facilities has not been reopened, to verify the location of nuclear material and relevant non-nuclear material, and to identify and begin interviewing key Iraqi personnel. Over these first 2 months of inspection, we have made good progress in our knowledge of Iraq's nuclear capability, with a total of 139 inspections at some 106 locations to date. The bulk of these inspections have taken place at state-run or private industrial facilities, research centers, and universities, either at locations where Iraq's significant technical capabilities were known to have existed in the past, or at new locations suggested by remote monitoring and analysis. السفير بيتر أولبي سفير النرويج لدى الأمم المتحدة ورئيس مجلس الأمن الأسبق يرى أن الموقف بين العراق والأمم المتحدة لابد وأن يتسم بالتعاون. I think the best way to solve it is for the Iraq to comply with the Security Council resolutions. They are on the table and it's very clear what they ask for. And I think if they comply with the resolutions, that should be the end of it. And that is, to my mind, the best solution. رئيس الأنموفيك والوكالة الدولية للطاقة الذرية ترك الباب مفتوحا أمام المجتمع الدولي، ولكن الأمر الهام الآن هو هل ستصر الولايات المتحدة على موقفها الداعي لشن حرب ضد العراق حتى لو قامت بها بشكل انفرادي؟ هذا ما ستحدده الأيام القليلة القادمة. صفي الدين دياب، قطاع الأخبار، الأمم المتحدة. استمع مجلس الأمن الدولي إلى البيان الأمريكي الذي ألقاه كولين باول وزير الخارجية الأمريكي أمام أعضاء المجلس، وأكد فيه على علاقة الرئيس صدام حسين بتنظيم القاعدة ومواصلته مراوغة مفتشي الأسلحة الدوليين العاملين في العراق. قال باول أن العراق جند جيشا كبيرا من رجال المخابرات العراقية برئاسة السيد طه ياسين رمضان لمراقبة مفتشي الأسلحة داخل العراق. وعرض وزير الخارجية الأمريكي كولين باول على أعضاء مجلس الأمن صورا التقطت بالأقمار الصناعية لمنشآت عراقية
قال أنها استخدمت لإخفاء أسلحة الدمار الشامل. ثبت ارتكاب العراق لخرق مادي لالتزاماته التي تعود إلى 16 قرارا سابقا وتمتد على فترة 12 سنة، والقرار 1441 لم يكن يتعامل مع طرف بريء وإنما كان يتعامل مع نظام أدانه هذا المجلس مرارا وتكرارا عبر السنوات، والقرار 1441 أعطى العراق فرصة أخيرة وحيدة للامتثال أو أن تواجه عواقب خطيرة إن لم تفعل ذلك. و لم يساور أي وفد أي عضو من أعضاء المجلس أي أوهام بشأن طبيعة القرار أو نيته أو شك حول معنى كلمة العواقب الوخيمة إذا لم يمتثل العراق. وللمساعدة في مجال نزع السلاح فقد دعونا العراق إلى التعاون مع عودة المفتشين من الأموفيك والوكالة الدولية للتقدير، ووضعنا معايير صارمة على العراق أن يفي بها بما يتيح للمفتشين القيام بعملهم. وقد ألزم هذا المجلس العراق بالامتثال ونزع السلاح ولم يلقي بالعبء الإثبات على المفتشين بأن بالحصول على ما أخفاه العراق لعدة سنوات، فالمفتشون مفتشون وليسوا من المخبرين السريين. في الوقت الذي رفضت فيه الأوساط الدبلوماسية داخل مجلس الأمن التعليق على خطاب كولين باول أمام المجلس، تبارى المحللون السياسيون في تقييم ما قاله باول لأعضاء المجلس. ما قاله وزير الخارجية هام جدا، ويعتبر أمر من شأنه أن يحدث تغيير في أفكار بعض الدول مثلما حدث مع فرنسا وألمانيا. أعتقد أن ما قاله وزير الخارجية لن يغير من الأمر شيئا، لأنه تحصيل حاصل كما قيل من قبل، فهي ليست حافلة بالوثائق كما اعتدنا من الولايات المتحدة الأمريكية. بالرغم من كل الضغوط الأمريكية على أعضاء مجلس الأمن، وبالرغم أيضا مما أعلن وزير الخارجية كولين باول بشأن المعلومات الاستخباراتية لإقناع أعضاء المجلس بارتكاب العراق مخالفة مادية للقرار 1441، إلا أن مواقف الدول داخل مجلس الأمن ظلت كما هي، ليبقى الأمل الأمريكي معلقا حتى موعد انعقاد الجلسة القادمة.